اهلا بكم في عالم التطورات والذكاء الاصطناعي. وطبعا زي ما انتم شايفين او زي ما احنا فتحنا شات جي بي تي من قريب، عملنا تحديث للتطبيق او طلب تحديث ونزل عندنا الاصدار جي بي تي 5. تعالوا كده نتعرف بشرح بسيط كده عن جي بي تي 5 وايه هي المميزات اللي يقدر يقدمها لنا وازاي تقدر تستغل المميزات دي لصالحك. تابع كده معايا، تعالوا بينا كده نروح عندنا على منصة شات جي بي تي. طبعا لو انت فاتح من على الكمبيوتر هيظهر معاك الشكل ده على طول، ولو انت فاتح على التليفون فمش هيظهر معاك الشكل ده الا لما تخش تحدث التطبيق. روح حدث التطبيق وارجع لي كده تاني، هتلاقي فيه شات جي بي تي 5 او جي بي تي 5. طبعا ده النسخة المجانية، بيدي لك مثلا ممكن نقول اسبوع اسبوعين بالكتير قوي، بعد كده بيخش على طول في النسخ المدفوعة. يعني لما تيجي تروح عندك فوق هنا كده على شات جي بي تي هتلاقي هنا في نماذج اخرى، وهتلاقي هنا عندك حاجه اسمها جي بي تي 5 سينكينج، وعندي هنا جي بي تي 5 برو. طبعا دي لو انت عايز تعمل ترقيه او عايز تخلي الليفل المدفوع، فاحنا مش عايزين نروح عندنا على ليفل مدفوع ده، وخلينا في النسخه المجانيه. وتعالوا كده نساله نشوف، يقول له هنا ما الذي يقدمه جي بي تي 5. طبعا هيبدا هنا يفهم الكلام ده ويبدا بقى يترجم لنا جي بي تي 5 او الاصدار الاخير من شات جي بي تي هيعمل معانا ايه. قال لك هنا ابرز ما يقدمه نموذج جي بي تي 5، عندك هنا اطلاق في 7 اغسطس اللي هو تقريبا امبارح. طبعا في مميزات كتيره قوي، في ذكاء وسرعه، وكمان متفوق في الكتابه والبرمجه وعلوم الصحه، وعندك هنا كمان في مهارات متفوقه في تطوير واجهات المستخدم وتجربه التطبيق، وعندي هنا كمان هنا مهام معقده. طب دلوقتي عندي هنا دعم مختلف للتحكم في الاداء، وعندي كمان توفير لكافه المستخدمين اختيارات واشتراك مرنه، تمام، وجهه وتخصيص جديده. المهم دلوقتي ده المختصر بتاعه، في ذكاء ودقه وبرمجه وتطوير، وعندك في مهام معقده بيقدر يعملها، وكمان ممكن يتحكم في السلوك الخاص بالمتصفح او الموقع. عندك هنا تخصيص وتكامل في الشخصيات والسمات وواجهات المتصله بالتطبيقات. طبعا في الاخر هنا بيدي لك المصادر اللي المواقع اللي اتكلمت عنها، لكن في الاول والاخر منصه جي بي تي 5 انت تقدر تستخدمها دلوقتي وتستغلها في ايه؟ انك تقدر مثلا تضيف اي حاجه انت عاوزها، يعني مثلا ممكن نقول هنا ملف بي دي اف لملخص ماده معينه لو انت طالب، او مثلا انت عايز تعمل تحليل بيانات الشغل بتاعك انت يقدر يحل لك كل مشاكلك، هتقدر تستخدم جي بي تي 5. طبعا بيفكر اسرع وكمان في دقه، يعني مثلا لما تيجي كنا نستخدم جي بي تي 4 لما مثلا كنت اجي اساله على حاجه في بعض الحالات بيبدا يخرف، لكن في شات جي بي تي 5 هو دلوقتي عمل تحسين او تعديلات من شات جي بي تي 4، عمل تعديلات عليها وفهم دماغ الناس اكتر، فبيبدا يعمل ترقيه للمستوى الاعلى. فدلوقتي انت تقدر تستخدم جي بي تي 5، وطبعا عندك هنا خاصيه الاملاء لما تيجي تتكلم عن طريق الميكروفون، وعلى طول تبدا تكتب له كل حاجه انت عاوزها هنا، وعندك خاصيه التحدث مع شات جي بي تي. طبعا لو احنا اداله الصلاحيه في استخدام الميكروفون، اهلا شات جي بي تي. جي بي تي 5 يعني ايه المميزات اللي يقدر يقدمها لنا؟ بص، اللي يقدر يقدمه جي بي تي 5 هو انه تقريبا بقى اذكى واسرع من الجيل اللي قبله، يعني تقدر تتخيله كانه خبير في اي مجال تقريبا، وبيديك اجابات ادق واقل في الاخطاء، كمان بيعمل واجهات برنامجيه بسهوله وبيتعامل مع مهام معقده بشكل افضل. وبالنسبه للتحكم فانت تقدر تحدد مستوى التفصيل اللي عايزه في الاجابات، يعني باختصار هيديك مرونه اكبر وامكانيات احسن. ده كده مختصر جي بي تي 5، وطبعا ده النسخه المجانيه بيدالك مثلا فتره محدوده زي ما احنا اتفقنا، وبعد كده بيبقى في النسخه المدفوعه، فانت حاول تستغلها قدر الامكان علشان تفيدك انت سواء كان في شغلك سواء كان في مذاكرتك. كده خلاص انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب القناه، واشوفكم في حلقه جديده ودمتم بخير، مع السلامه.